السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد، واليوم هو الجزء الثاني من سلسله الانفصال العضلي. اليوم هو الجزء الاول من كيفيه تصحيح مشكله الانفصال العضلي اللي بيكون موجود بالمعده، اللي هو النساء بمرحله الحمل وبعد الولاده بيواجهوه. فبعد الولاده لازم انه نحن نعالج مشكله الانفصال العضلي. قبل ما نبدأ بتمارين الانفصال العضلي، في تمرين قبلها لتصحيح وضعية الجسم اللي هي البروبر بوستشر للجسم. البروبر بوستشر يعني وضعية الجسم السليمة. ليش بدنا نصحح وضعية الجسم؟ ممكن تقولولي انه انا ليش بدي صحح وضعية جسمي، انا بوقف واموري كلها تمام. اكيد انت باخر شهر شهرين من حملك، الحمل بيتعب بجسم المرأة. ليش بنقول نحن بيتعب جسم المرأة؟ الحمل تقيل وله عدة، خلينا نقول، أمور بيحط ضغط على الجسم. من الأمور اللي بيحط فيها ضغط على جسمنا إنه المعدة بتروح للأمام، فالسنتر أوف ماس للجسم بيتحرك للأمام. فبتصيري انت عشان توازني نفسك، لانه اذا بدك تستخدمي نفس العضلات بنفس الطريقه ما رح تقدري توازني نفسك، صار في وزن دائما عم بيحملك، عم بيسحبك من الامام. فالسنتر اوف ماس تبع الجسم راح للامام، فبيصير في عدم توازن واختلال توازن بعضلات الجسم، خصوصا اذا صرتي انت تحني نفسك لجهه. يعني ممكن انت اسفل ظهرك يصير يوجعك، وانت عم تمشي مشان تريحي نفسك شو بتصيري تعملي؟ ممكن تحني نفسك لليسار اذا اليمين عم بيوجعك، او ممكن تحني جسمك لليمين اذا اليسار عم بيوجعك. هذا لمدة شهر شهرين بيخلق عدم توازن فظيع بعضلات الجسم. فلازم، مهم جدا نحن نعالج هي الامور اذا نحن بدنا نعالج الانفصال العضلي. فهذا الجزء الاول، بدنا نعالج وضعية الجسم، لانه اذا انت مخططة تعيشي حياة سليمة، اذا انت مخططة تعيشي مع اولادك، تقدري تحمليهم، تقدري تلعبي معاهم، لازم تضبطي وضعية الجسم. ممكن ما يكون في مشاكل هلأ بجسمك، بس اذا وضعية جسمك غلط ممكن خلال سنة خلال سنتين، ممكن على الحمل الثاني جسمك كتير ينضر. فوضعية الجسم السليمة بدنا نحلها بهالخمس خطوات البسيطة. النقطة الأولى اللي بدنا نشتغل عليها هي الإلونجيشن. اللي بقصده بالإلونجيشن الاستطالة. شو بقصد بالاستطالة؟ هل نعمل استرتشات وهي الأمور؟ لا، ما بقصد بالاستطالة هو الاسترتشات، استطالة الجسم. نحن لما نكون واقفين معظم الوقت بيكون في تنشن، بيكون في ضغط على العمود الفقري، سواء من السترس، الحياة اليومية إلى آخره. فالإلونجيشن اللي نحن بدنا نعمله هو مجرد ما تتخيلوا إنه حدا عم يسحبكم من راسكم إلى الأعلى. يعني لما حدا عم يسحبني من راسي إلى الأعلى شو بدي أعمل؟ بدي أطلع شوي لفوق. فمو الصدر ما بيرتفع لفوق، لا، بس بدي اياكم تحسوا انه جسمكم كله عم بيرتفع لفوق. فانا هيك واقف بالطريقه العاديه. الالونجيشن هو عباره عن اختلاف 1 سنتي، او ممكن اقل حتى من 1 سنتي، بس هي الشيء البسيط اللي نحن عم نعمله رح يخفف الضغط على العمود الفقري، وهذا من اول الاشياء اللي نحن بدنا نعمله مشان نصحح وضعيه الجسم. النقطة الثانية اللي نحن لازم نركز عليها واللي هي استقامة الظهر. اللي بقصد فيه باستقامة الظهر استقامة عضلات الظهر، استقامة العمود الفقري. يعني الصدر ما يكون موجه إلى الأعلى، يعني صدرك ما يكون موجه إلى الأعلى، لأنه إذا الصدر توجه إلى الأعلى رح يصير في انحناء بالعمود الفقري، رح يصير في تقوس إلى الخلف، انحناء في العمود الفقري إلى الخلف. فالصدر ما لازم يكون متوجه للأعلى، الصدر ما لازم يكون متوجه إلى الأسفل، لازم يكون متوجه الى الامام. فانا عم بعمل اول شيء elongation اللي هو استطاله لجسمي كله، وبنفس الوقت الظهر بيكون مستقيم. اذا عم تعملوا elongation الظهر لازم يكون مستقيم. اذا ظهركم مو مستقيم اعرفوا في عندكم مشكله، ما عم تعملوا elongation صح. مو غلط ابدا توقفي قدام مرايه وتحاولي تعملي هالخطوتين عشان تتاكدي انك عم تعمليهم بطريقه سليمه وصحيحه. النقطه الثالثه عفوا اللي هي العضله المستعرضه. العضله المستعرضه هي transverse abdominis activation. activation معناها تفعيل. ليش نحن بدنا نفعل شيء اسمه العضله المستعرضه؟ العضله المستعرضه موجوده اسفل الصدر، موجوده في هي المنطقه هون. في طريقه انه نحن نفعلها لهي العضله، عن طريق التنفس. بدنا ناخذ نفس عن طريق اليوغا. ممكن تتعلموا اكثر من طريق التنفس. ممكن الواحد يتنفس من البلعوم، ممكن الشخص يتنفس من القفص الصدري اللي هو عن طريق العضلة المستعرضة، وممكن الشخص يتنفس من البطن. لما نتنفس من البطن ناخذ نفس، تلاقوا البطن طلعت كثير لقدام، بنطلع الهواء من البطن. نحن ما بدنا نتنفس من البطن، نحن بدنا نتنفس من العضلة المستعرضة. يعني
كأنه عم بتعبوا صدركم، تخيلوا بسهولة إنه عم بتعبوا صدركم بالهواء بهي الطريقة. لما نطلع الهواء بدنا نحاول نكبس هالعضلتين مع بعض. كيف بدنا نكبسها مع بعض؟ بسيط جدا، الأمور كلها بتتعلق بالتنفس. فناخد نفس، ناخد نفس من القفص الصدري، الصدر إجباري بده يرتفع لأنه نحن عم نعبي صدرنا بالهواء. لما نطلع الهواء، ما بدي طلع الهواء من بطني، بدي طلع الهواء من هون، بدي أحاول ركز إنه أنا هدول العضلتين نزلهم، خليهم يعملوا كونتراكشن، خليهم يعملوا انقباض. ف هواء، بما اني انا هلا عملت هي الحركه، حركه جدا بسيطه بس عن طريق الهواء، عضله معدتي ثابته، صار في انقباض بالعضله المستعرضه. مجرد ما توصلوا للنقطه الثالثه رح تحسوا انه معدتكم مسكت، لانه انتوا عدلتوا 3 اشياء. كل نقطه رح نعملها اذا حطينا ايدينا وحاولنا نعمل اختبار الانفصال العضلي، رح نلاقي انه ايدنا جمدت شوي، يعني بطلت تفوت الاصابع كلها لجوا. طبعا انا ما فيني ادخل اصابعي لجوا لانه ما عندي انفصال عضلي. فهي النقطة الثالثة، ممكن اكثر من مرة تحاولوا النقطة الثالثة تلاقوا انه ما عم تزبط معكم، او النقطة الثانية او النقطة الاولى. اللي بدي اطلبه منكم، بترجاكم لا تنحبطوا، لا تجربي مثلا النقطتين الاولى يزبطوا معك، النقطة الثالثة تلاقيها ما زبطت معك تنحبطي وتتدمر نفسيتك. لا، كل امرأة ممكن رفيقتك حامل وولدت ممكن تعمل كل هالامور وما يكون عندها اي مشاكل، ممكن انت جسمك بده شغل شوي اكثر. فلا تنحبطي، خلي في عندك ارادة عشان صحتك وعشان ولادك، لانه انت بنفس الوقت بدك تكبري، بدك تكبري مع ولادك، بدك تلعبي معهم، بدك تكوني علاقه حلوه معهم. فاذا انت جسمك تدمر ما راح تعرفي لا تهتمي بنفسك ولا تهتمي بولادك ولا تهتمي باي شيء. فلازم تهتمي بنفسك. خلصنا النقطه الثالثه، خلينا نفوت على النقطه الرابعه اللي هو دوران الورك للخارج. دوران الورك للخارج اللي هو الاكسترنال هيب روتيشن. ركزوا معي على كلمه اكسترنال، الدوران الخارجي، لانه في دوران داخلي. دوران داخلي يعني رجلي بدهم يفوتوا لجوا، دوران خارجي يعني رجلي بدهم يتجهوا لبرا. بس النقطه الرابعه هون سلايت اكسترنال روتيشن، اللي هو دوران الورك للخارج لكن بشكل بسيط، بشكل جدا خفيف، بحيث القدم تتوجه الى الخارج بشكل بسيط، الركبه بتصير متوجهه شوي للخارج. مجرد ما نحن نعمل هي النقطه، نحن بنزيد تفعيل الجلوتس اللي هي عضلات المؤخره. لدوران الورك للخارج، اول شيء الوقفه، الاقدام مع الركب مع الورك يكونوا بنفس المستوى. ثاني شيء القدم بيتوجه الى الخارج، بنوجهه بدرجة جدا بسيطة إلى الخارج، يعني ما بدنا نعمل هيدا الشيء، هذا الشيء جدا غلط، جدا بيسبب مشاكل. فلا، القدم بشكل بسيط إلى الخارج والركبة تتجه مع القدم، ما بدي الركبة تكون واقعة لجوا، الركبة لازم تكون بنفس اتجاه القدم. فعم بتشوفوا نحن بلشنا من فوق، بعدين رحنا على الظهر، بعدين رحنا لهون، بعدين رحنا للورك. فعم نضرب الجسم من يعني بشكل طبقات، عم نركز على الجسم، واخر شيء رح نوصل للقدم واللي هي نقاط القدم الثلاثه. شو هم نقاط القدم الثلاثه؟ القدم في عنا اكثر من نقطه نحن بنحط وزننا عليه، يعني الرجل لما ندعس على الأرض في أكثر من نقطة بنكون حاطين وزننا عليه. النقطة الأولى هي بتكون من الأعلى للخارج، النقطة الثانية من الأعلى للداخل، والنقطة الثالثة اللي هو الكاحل. فكتير من الأشخاص بيحطوا وزنهم كله على الخارج، كتير من الأشخاص بيحطوا وزنهم كلهم على الداخل، وكتير من الأشخاص ممكن يكونوا واقفين دائما على الكاحل من الخلف، وهذا جدا سيء. فنحن لما نوقف بدنا نتأكد إنه الثلاث نقاط هدول كلهم لامسين الارض ووزننا بشكل متساوي محطوط عليهم كلهم. هلا بدي اياكم توقفوا هذا الفيديو، توقفوا قدام اللابتوب او التليفون واللي هو، وتوقفوا بشكل مستقيم، تعملوا هالاربع امور وشوفوا شو النقاط اللي انتم حاسسينها جدا ضعيفه عندكم بجسمكم، شو اللي عم تواجهوا فيه صعوبه عشان تركزوا عليه. ورح تلاقوا انه في كثير منكم لما يوقف على قدمه ما عم بيوقف على هدول الثلاث نقاط بشكل متساوي، في جهه عم بيوقف عليها اكثر من جهه معظم الاوقات.
بالنهاية بنصحكم تعملوا هيدا الروتين 3 مرات على مدار اليوم، مرة الصبح، مرة الظهر، ومرة بالليل، عشان جسمكم يتعود على وضعية الجسم السليمة الصحيحة وترجع الأمور طبيعية. اللي بنصحكم دائما أنه تستشيروا طبيبكم، لازم تستشيروا الطبيب يكون متابعكم. طبعا هي التمارين لأنه جدا خفيفة، جدا بسيطة، ممكن الواحد يبلش فيها ممكن بعد أسبوعين أو بعد شهر من الولادة، يعني أكيد ممكن تبلشي فيها بعد شهر من الولادة، حتى اللي عامل سيزيريان، لأنه هي بس تمارين تنفس. نحن ما عم نعمل تمارين عم نحط ضغط على عضلات المعدة مشان نرجع الانفصال العضلي، نعالج الانفصال العضلي، هذا قبل مرحلة معالجة الانفصال العضلي، هو في مرحلة أساسية نحن لازم نعالجها اللي هي وضعية الجسم، لأنه إذا ما عالجناها رح تصير في مشاكل بالمستقبل. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم ما تنسوا تسلقوا الفيديو لايك، تشتركوا بالقناة اللي جداد هون، لأنه هذا الجزء الثاني من السلسلة، رح ننزل الجزء الثالث والجزء الرابع اللي رح يكونوا تمارين إصلاح الانفصال العضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.